السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج آفاق. آفاق مشاهدينا الكرام، منكم وإليكم، حيث نسلط الضوء نحن وأنتم في الكثير من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والدينية من شتى بقاع العالم. أعزائي المشاهدين، يمكنكم التواصل معنا وإرسال مشاركاتكم وفعالياتكم المختلفة وأرسالها عبر عناوين البرنامج. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، لدينا الكثير من الفقرات المتنوعة والشيقة، ومن أبرزها: أول جمعة من شهر رجب، ذكريات واحتفالات إيمانية بجامع الجند باليمن. 5 دول يقطعها دراج الإندونيسي في 6 أشهر ليحقق حلم الوصول إلى مكة. معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55. مجلس ختم صحيح الإمام البخاري في زاوية الحبيب محمد بن هادي الثقاف. أهلا ومرحبا بكم. إلى التفاصيل. من اليمن وبالتحديد من مدينة تعز الحالمة، ومسجدها التاريخي ثاني أقدم مسجد باليمن، وفي ذكرى وصول الصحابي الجليل معاذ بن جبل في السنة 9 للهجرة إليها وبنائه جامعها الشهير المسمى بجامع الجند، وصلاته أول جمعة فيه في أول شهر رجب الحرام، ليتخذ اليمنيون من هذا الحدث مناسبة عظيمة يتذكرون فيه تاريخهم في قبول ونصرة هذا الدين، وفرحهم باختصاص رسول الله صلى الله عليه وسلم في إرسال من يعلمهم ويفقههم من رسله وصحبه إليهم، وكذا إقامة شعائر هذا الدين فيهم من المساجد والجمع والصلوات ومختلف الشعائر، حيث تقام في هذه المناسبة مشاهدينا الكرام الكثير من الفعاليات والندوات العلمية، وكذلك الخطب والمحاضرات التي تذكر بهذا الفضل وتمد حبال الوصل والتقارب بين اليمنيين وكل من له صلة بهذا الدين. وقد خص الله سبحانه وتعالى أهل اليمن بفضائل كثيرة ذكرت على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث أثنى عليهم ودعا لهم في أحاديث كثيرة، ولو لم يكن منها غير حديث: أتاكم أهل اليمن، هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، لكفى. انطلاقا من رغبته في زيارة بيت الله الحرام وأدى فريضة العمرة، قضى هذا الدراج الإندونيسي رودي من مدينة مادورا 2 في الترتيب والتهيئة، وذلك لمغامرة سفره بدراجته الهوائية الصغيرة. لتحقيق هذا الهدف مشاهدينا الكرام، نتابع هذا التقرير الذي سلط الضوء على الدراج الإندونيسي. غادر رودي مدينته مادورا من قلب إندونيسيا رغم جميع المصاعب التي قد تواجه راكباً مثله، ليقطع مسافة مر خلالها ب5 دول. Di Indonesia menempuh 34 hari karena awal bersepeda. Sumatera dengan medan yang sangat berat dan banyak tanjakan yang naik ke atas, banyak tanjakan, medan yang sangat berat di Indonesia. Ke Thailand kembali lagi sampai jatuh sakit 12 hari dikarenakan saya tidak menemukan jalur. Jadi untuk Thailand itu kurang lebihnya 15 hari perjalanan, dan di Thailand baru saya berpikir sampai hampir 1 bulan saya istirahat di Thailand dikarenakan setengah bulannya itu saya sakit dikarenakan mencari jalur dari Myanmar, India, Pakistan tidak bisa dilintasi. Nah,
Akhirnya saya dapat informasi ke Turki. Dari Turki dah disitulah kita saya naik pesawat ke Turki. Jadi saya ada satu minggu di Turki, kembali lagi terbang ke Qatar. Dari Qatar baru saya bersepeda lagi sampai Saudi. Jadi untuk perjalanan ini ditempuh 4 bulan, yaitu dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Turki, Qatar. Lepas itu langsung ke Saudi. Itu menempuh waktu 4 bulan lamanya. Dan alhamdulillah di semua perjalanan semua aman. Alhamdulillah. Jadi berangkat tanggal 12 bulan 5 sampai bulan 9 di sampai Mekah Tanah Suci Saudi Arabia. Alhamdulillah masyaallah tabarakallah. تحققت أمنيته بالوصول إلى مكة المكرمة وأدى فريضة العمرة ليزور بعدها نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. بعدها قرر مواصلة رحلته ليصل إلى مدينة تريم باليمن، مجدد العزم على زيارة المغرب العربي أيضاً، ليعود بعدها إلى بلده بمشيئة الله سالماً، محملاً بالكثير من المعلومات المفيدة والذكريات الجميلة والمغامرات الشيقة. إذن مشاهدينا الكرام، هذه هي المغامرة التي خاضها رودي، ولعل بعض مشاهدينا الكرام كذلك يرغب في مغامرة مماثلة. فالحياة مشاهدينا هي اكتشافات ومغامرات يتعلم فيها الإنسان وتزيد بها من خبراته في هذه الحياة. وهنا نرحل معكم مشاهدينا الكرام إلى مصر أم الدنيا في جولة سريعة في معرض الكتاب الدولي الشهير في القاهرة، فلنتابع سويا هذا التقرير الذي سلط الضوء سريعا على معرض الكتاب الدولي. بدأ في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة في دورته 55، والذي يعرض بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع 5 بالقاهرة، ويستمر من 24 من يناير حتى 6 من فبراير من هذا العام الجاري 2024، حيث يعتبر هذا الحدث الأهم والأكبر ثقافيا في العالم العربي، ويشارك به 1200 ناشر من 70 دولة وبمجموع 5250 عارض وعدد من الفعاليات التي تقام على هامش هذا المعرض. علما أن تاريخ إقامة أول معرض للكتاب في القاهرة كان في سنة 1969، حيث شارك فيه ناشرون من مختلف الدول العربية والأجنبية، ولتكون هذه شرارة انطلاق أكبر وأهم معارض الكتاب في الشرق الأوسط. ويعتبر معرض القاهرة ثاني أكبر معارض الكتاب بعد معرض فرانكفورت عالمياً، حيث حقق عدد زوار وصل إلى 2 مليون زائر سنوياً. كما يتيح المعرض فرصة التعرف بين أصحاب دور النشر والمؤسسات العارضة، ليتم التعاون والتبادل المعرفي بينهما، وتوسيع شبكة نشر الكتاب العربي والأجنبي، حيث يسمح لجميع دور النشر المحلية والأجنبية بالاشتراك بالمعروضات المسموحة في المعرض، وهي الكتب الورقية والكتب المسموعة والوسائط المتعددة المتعلقة بالكتب والكتب الإلكترونية والمواد الرقمية
الصحف والمجلات والبرمجيات التي تتعلق بالكتب وغيرها. الذكرى السنوية لمجلس الإمام العلامة حسين بن عبد الله بن حسن عديد بمدينة سيئون اليمن، حيث شهدت مشاهدينا الكرام مدينة سيئون فعاليات إحياء ذكرى مجلس العلامة الإمام الداعية حسين بن عبد الله بن حسن عديد، والذي يقام كل عام في ثاني خميس من شهر رجب تخليدا لما كان عليه هذا العلم في إقامة هذا المجلس السنوي في حياته، حيث بدأ المجلس بختم القرآن الكريم على روحه الشريف والدعاء بعده وبقراءة فصول من السيرة النبوية التي قام بتأليفها صاحب الذكرى، حيث يحضر هذا المجلس جمع غفير من مختلف شرائح المجتمع من العلماء والدعاة والمناصب والشيوخ وطلبة العلم والمواطنين من عدد من مديريات وادي حضرموت. الجدير بالذكر مشاهدينا الكرام بأن العلامة العارف بالله الفقيد حسين بن عبد الله بن حسن عديد هو من مواليد منطقة الغرف بمدينة تريم اليمن عام 1308، ونشأ الفقيد بها ثم انتقل إلى التاسعة من عمره أو في التاسعة من عمره إلى مدينة تريم ثم إلى سيئون، وذلك لطلب العلم برباط العلم الشريف عند العلامة علي بن محمد الحبشي، حيث مكث بها إلى وفاة شيخه عام 1335 ليقضي بعدها 5 سنوات بمنطقة مدودة، ثم يعود إلى مدينة سيئون عام 1360 وبنى بها مسجدا وبيتا وأقام فيها مدرسا وداعيا إلى أن انتقل جوار ربه في 16 من جماد الآخر من عام 1379، مخلفا وراءه الكثير من الإرث ومن العلوم والسيرة الحسنة التي عاش ناشرا لها ومتنقلا بين مختلف مدن اليمن، مساهما في بناء الكثير من المساجد فيها. رحمه الله رحمة الأبرار ونفعنا والمسلمين به وبآثاره، اللهم آمين. ولازلنا مشاهدينا الكرام في مدينة سيئون ومع الاجتماعات الدينية والنفحات الإيمانية، فنشاهد مشاهدينا الكرام مجلس ختم صحيح الإمام البخاري في زاوية الحبيب محمد بن هادي السقاف، حيث يجتمع الكثير من سكان مدينة سيئون وغيرها من مدن وادي حضرموت في مجلس روحاني مبارك تحفه السكينة والطمأنينة لسماع أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كتاب صحيح الإمام البخاري، وذلك في زاوية الإمام محمد بن هادي السقاف بمدينة سيئون باليمن عصر ثاني جمعة من شهر رجب من كل عام. ومع هذا التقرير فلنشاهد سويا. تنتشر في كثير من مساجد وزوايا ودور العلم بمدن وادي حضرموت في هذا الشهر المبارك رجب قراءة صحيح الإمام البخاري هذا الكتاب المبارك الذي تستدفع بتلاوة أحاديثه البلايا وتستجلب الرحمات وتتنور بترديدها العقول والقلوب. بإذن الله تعالى فالعروة ما تيسر من البعاد، وبإذن الله تعالى حدثنا وهو من بكير حدثنا الليث عن عبيد عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القادي وحدثه أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يدركني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث لا يخفى على ذي علم أن صحيح الإمام البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى،
ومؤلفه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، الذي ولد في شوال سنة 194 للهجرة، وتوفي رحمه الله ليلة عيد الفطر 256 للهجرة. ومن هذه الأماكن زاوية الحبيب العلامة محمد بن هادي السقاف باعلوي بمدينة سيئون باليمن، الذي استمرت قراءة هذا الكتاب فيها في شهر رجب على مدى عقد من الزمان، حيث تبدأ القراءة من فجر ثاني يوم من شهر رجب في فترات متعددة من اليوم، إلى أن تختتم قراءته عصر ثاني جمعة منهم في جمع مهيب يحضر فيه العلماء والمناصب والشيوخ وطلبة العلم وعامة الناس. والحبيب محمد بن هادي السقاف هو أحد العلماء الأعلام، ولد بمدينة سيئون سنة 1292 للهجرة، وتربى على يد والده، ونشأ موزعا أوقاته في قوالب الحفظ والتلقي والمطالعة، وأخذ عن كثير من العلماء منهم الحبيب عبيد الله بن محسن السقاف، والحبيب عيدروس بن عمر الحبشي مسند عصره، والحبيب علي بن محمد الحبشي، وغيرهم كثير، حتى صار علما مفتيا، وكان مع ذلك زاهدا ورعا داعيا إلى الله بحاله ومقاله. وله مؤلفات نافعة ومواعظ جامعة. توفي رحمه الله في شهر رجب سنة 1382 للهجرة. بين العاليات وينتفع به الناس كلهم، ويحفظ الله البلاد والعباد بقراءة صحيح الإمام البخاري وبقراءة كتب السنة النبوية، ويبقى الناس متصلون بأسانيدها وبمبانيها وبمعانيها، ويكون الخير الكثير إن شاء الله تعالى العام الشامل لجميع الناس ولجميع الأجيال المستقبلة. ونسأل الله الحفظ والرعاية، وأن يجعلنا متصلين بسيد المرسلين في أقواله وأفعاله وأخلاقه وسيرته صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يكرمنا وإياكم بما أكرم به من سمعنا من هؤلاء القوم، وأن يكتب لنا ما كتب لهم، وأن يكفو بنا آثارهم، وأن يملأ قلوبنا حبة حبا لهم، وأن يبارك في أولادنا. وفد وزارة الشؤون الدينية بأوزبكستان في زيارة للأزهر الشريف، استقبل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف بمشيخة الأزهر وفدا من وزارة الشؤون الدينية بأوزبكستان، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك العلمي والدعوي بينهما. وقال الدكتور محمد الضويني أثناء كلمته في اللقاء المشترك إن الأزهر الشريف تربطه بأوزبكستان علاقات ممتدة تاريخيا في المجالات الدينية والثقافية والعلمية. وعبر أعضاء الوفد الأوزبكستاني عن تقديرهم للدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر في سبيل نشر الفكر الوسطي ومحاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة حول العالم. وإلى عنوان جديد مشاهدينا الكرام، حيث تخرج الدفعة 25 من جامعة العلوم الشرعية بمحافظة الحديدة في اليمن. أقامت جامعة دار العلوم الشرعية بمحافظة الحديدة باليمن حفل تخرج الدفعة 25 والموسومة بدفعة الخير للعام الجامعي 1445 من جميع كلياتها الأربع: كلية العلوم القرآن الكريم وعلومه، والدراسات الإسلامية والشريعة والقانون، واللغة العربية وآدابها. وأوضح رئيس الجامعة الشيخ محمد بن محمد مرعي في الحفل أن تخرج هذه الدفعة 25 من كليات الجامعة وقوامها 157 طالباً يترجم مساعي الجهود الهادفة لاستمرار العملية التعليمية بجامعة دار العلوم الشرعية رغم مجمل الصعوبات المادية. ونحب أن نشير هنا مشاهدين الكرام أن الجامعة تقوم بدور كبير منذ تأسيسها على يد الشيخ محمد بن علي مرعي رحمه الله في
في نشر العلم والمنهج الوسطي المعتدل في ربوع اليمن والعالم بمخرجاتها من الطلبة والبحوث العلمية والجهود الدعوية وغيرها. إلى هنا وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام في ختام هذه الحلقة من برنامج آفاق عبر قناة الإرث النبوية. نتمنى أنكم استمتعتم معنا خلال وطيلة هذه الحلقة، فلا تبخلوا علينا بإرسال مشاركاتكم وفعالياتكم المختلفة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.